تحيات الإيثيريوم وماذا نرى لهذه العملة التي ما زالت تتداول فوق دعم قوي جدا جدا مستويات ال 3140. طيب ليه بنقول الكلام ده؟ لو احنا لاحظنا ان احنا حصل من عندنا هنا موجة عملت لي 1 2 3 4 5 ودي موجة مكتملة للعلم. طيب والتصحيح لو احنا لاحظنا لا نفسنا نزلنا على شكل خماسي وصعدنا على شكل A B C ونزلنا على شكل A B C وشفنا من هنا ردة فعل قوية جدا جدا قد تكون هي بداية الموجة الثالثة الرئيسية بتاعتنا. طيب يعني الموجة الثالثة فرعية من الموجة الرئيسية، يعني ممكن ده يكون كله 1 2 عند مستويات ال 3142 وبعد كده نكون في الموجة الثالثة الفرعية اللي ممكن تذهب بينا لحد مستويات من 200 ل 261 فيو، يعني ممكن نروح لحد مستويات ال 3400 كهدف محتمل بالنسبة لنا. كمان لو لاحظنا حاجة بعيدا بقى نرجع على فريم أكبر ونروح على فريم التالي هنلاقي نفسنا إن أصلا إحنا شايفين إن حصل انعكاس في الإيثيريوم. مش هنروح على فريم الساعة أفضل، الدليل مش هيبان في حاجة، خلينا نشيل فيبوناتشي ده وخلينا نوضح فكرة. لو إحنا لاحظنا هنلاقي إن إحنا قلنا الإيثيريوم عمل لنا دورة سريعة أو موجة من عند مستدي ودي الموجة الأولى، كنا نتوقع إن يحصل تصحيح عنيف وده ما حصلش، حصل انعكاس واضح من عند مستويات ال 3040 ودي كانت الموجة الأولى بتاعتنا اللي حصل منها ردة فعل إيجابية جدا جدا. طيب إمتى أقول إن الإيثيريوم سلبي؟ لو لغالي المنطقة اللي هي 3140 اللي هو ده بالنسبة لنا وقف الخسارة للشراء. لو أنا هستهدف مستويات من 161 فيبو لحد مستويات ال 200 فيبو كهدف لكل الدورة السريعة، وممكن أروح كمان لحد مستويات ال 261 فيبو، هلاقي إن أنا ممكن أروح لحد مستويات ال 4130 وده هيكون هدف الدورة السريعة بتاعتنا كلها، وممكن بعد كده الإيثيريوم يروح في تصحيح. لو بصينا هنلاقي مستويات ال 4160 يا قريبة جدا 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 من اخر قمة تشكلت عندي اللي هي عند مستويات يعني احنا كنا وصلنا لحد مستويات ال 4000، خلينا نوضحها بالظبط، وصلنا عند القمة دي، اتوقع ان احنا ممكن نطلع نكسر القمة دي وبعد كده نكمل في الاتجاه الصاعد. وما زلنا نبحث عن لسه بنقول يا هادي هنعمل الموجة الاولى، اتوقع انها ممكن تروح حد مستويات ال 4200 وبعد كده هنصححها ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. ما زالت نظرتي ايجابية للإيثيريوم طالما فضل محافظ، خلينا نروح على فريم صغير تاني فريم 5 دقايق، طالما فضل محافظ على المنطقة وشمة السيولة القوية اللي ادهلنا من عند مستويات ال 3140 تقريبا، اي شراء هيكون وقف الخسارة بتاعنا هي هذه المناطق وننتظر تصحيح وبعد كده ننتظر ايضا لدخول اختراق القمة دي وبعنف، ساعتها نتأكد ان الإيثيريوم خلاص تحول على ترند صاعد. وبالتوفيق.